قل لي شو احوال السوق اليوم، قل لي الزوالي اليوم وين واصل وشنو مصيره. نكلمك حاجه، اذا كانت تتواصل هكا صدقيني مش تمشي للمجعه، خاطر اذا كان كيما نقولوا الدنيا تغلى والدينار يهبط والمواطن ما ثمش خدمه، وين ماشيين؟ وين ماشيين الى هذا؟ يا ليت ويخدم وما يسالش الدنيا غالي، اما ما ثماش خدمه، ما تسماش عمل. خلاص انا واحد من الناس عندي ثلاث شهور ما دخلت فيهم 100 فرنك. كيفاش تحبني؟ حتى كي تقولي لي راهو الطماطم اللي قال لك عليها ب 2000 فرنك قولها لي انا ب 100 فرنك ولات عندي غاليه. ايش نزيدك ايش نحكي لك؟ هذه الحكايه مستني ومستك ومست الناس الكل. اليوم قداش يصور التونسي؟ شيء غريب حد. هذا كما عندي ما نقول لك. الدنيا اغلى اكثر منطقتنا نحن. ويا ليتك توفر العمل، العمل مش موجود. ولا انا غلط؟ هذا هو ما نقول لك. وفر العمل تستوي الامور، اما الخدمه ما ثماش. الخدمه اللي مش يخدمك هو بيدغلت عليه الدنيا. هذا كما عندي ما نزيدك. وربي كان تدخل توا للمرشي وترى كيلو بطاطا 1690 فرنك، انت شو تقول؟ القليل ما جبش يقول. طماطم ب 2000 واش؟ وطماطم تلقاها كيما البارح، جات البارح ها دينا ب 1200 كيلو، وفي المرشي ب 2000 وب 2200. الانسان باش يمشي بربي، واحد كياخذ 30000 في النهار باش يدخل يا اخي باش يطيب فطور مرقه لوبي ولا مرمز ولا حاجه ما يخلطش. اذا كان ياخذ راي في الدجاج ب 4000 فرنك ما عادش يخلط. اذا خذا لحم شريته مشات ويمشي يمشي. هاي الشرطة الاقتصادية الدول توا حاليا قدامك ها قدامك هم يمشيو ويجيو كيف البارح بركة البارح هنا أنا في الحومة ريتهم خطاو زوز من الناس عملوا لهم شو اسمه هذاك المحضر فهمتني ولا محضر نتاع هواء هو على الأسعار هو يمشي من هوني فهمتني ولا تخدم البلاكة من هوني ما فماش هذا حق الخطية يرجع انفلات فما في كل شيء الحكومة ما نجمتش تحكم في بنك دخان ولا دبوزة زيت ها العطار عنده زيت وما يعطي الحد. حب تاخذ دابوزه زيت اذا كان يعرفك يعطيها لك ب 2000 فرنك. اذا كان يعرفك ما يعرفكش ما عندوش ما يعطيش وين تحب تمشي. هذه دوله هذه حكومه تبدلت الدنيا كل تبدلت وتقلبت قلبه واحده ما عادش فيها فرز وما عادش فيها شدان. كيما ملي مشى نتاع التغيير الرئيس القديم نتاعنا فهمتني كعبه رمان وضربت على الحيط تنطرت على 3000 مليون طرف ما عادش تشد. الطماطم غالي، الحمص غالي، اللوبيا غالي، العدس غالي، الدنيا كل غالي، الهيس العربي غالي، ما تلقاش منين تشد، ما تلقاش، ما تلقاش، ما عندك ما تلقاش، يا اخو ولا طير قرنك، عرفت الكلمة هذيك اشرب ولا طير قرنك، اشرب ولا طير قرنك، الحوت ما يتقربش، سردينا ب 7000 فرنك، تاع الزوالي القليل يعني اللي مشي يذوق الحوت، أما مشي ياخذ طريف بوري ولا طرف دورات ولا قاروس ولا حاجة، مشى باسة، باسة جملة واحدة، ما فماش، ما فماش، ما فماش. ما فماش.